التواصل مستمر مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام في هذه الانطلاقة وفي الرابع من شهر يناير لعام 2014 الميلاد، ناتي ايضا برابع اشواط هذا اليوم بانطلاقة ايضا بنوك الانتاج والمستقبل، شوط الزمول المهجنات الاصايل. اسير بكم مباشرة مع صدارة مع المركز الاول وصدارة هذا الشوط من ياتي هناك بحر عبيد بن مبارك بالحول الحارثي، هناك من ينتقل الى المركز الاول وصدارة هذا الشوط بهذا الانتقال. نقلتنا مباشرة الى المركز الاول، المركز الثاني الوصول من الاسد وصل محمد بن سعيد بن محمد ايضا الاحبابي من ياتي على المركز الثاني، النقل للمركز الثالث هناك شعار ابو ناصر ياتي هملول في المركز الثالث في هذه اللحظات بهذا الانطلاق الرائع والجميل. هنا نصل في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، نتواصل في ثالث المراكز، ياتي في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام او اللي في المركز الثاني حبيب بخيت بن سالم بخزينه المري، وصل ايضا الشاعر يصل بخزينه اللي ايضا دائما ابياته في الهجن تتغنى بالكلمات الرائعه والجميله، ياتي هنا مع المركز الثاني. المركز الثالث وصل مزعل محمد بن حمد بن سعيد بن مشيط المري من يصل في المركز الثالث. الخاطري ياتي رابعا في هذه اللحظات والمنطلق من خلال هملول علي بن عناد بن عبيد الخاطري وصل في المركز الرابع. المركز الخامس هناك الاسد محمد بن سعيد بن محمد الاحبابي، يقدم الاسد في هذه اللحظات يبحث عن المقدمة والصدارة. هناك مع الخمس المراكز الاولى المتقدمة بينما المجموعة الثانية بقيادة وبران سعادة احمد بن سلطان الحلامي بدأ يقترب من المراكز مركز تلو الاخر، وهناك ايضا الجذاب سعيد بن صالح بن سعيد المري بينما بن صرير بدأ يصل في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. ما شاء الله تبارك الله. اذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام الانطلاقات الرائعه والجميله ما شاء الله، لنا العوده الى الصداره، لنا العوده الى المقدمه الى المركز الاول وصداره هذا الشوط، نسير مباشره الى المقدمه والى صداره هذا الشوط. ما زالت هناك الامور بدات بالتغيير، الامور بدا مع بن خزينه من غير ايضا المقدمه مع حبيب بخيت بن سالم بخزينة المري. الله 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 الله. اذا يا بن خزينة جهز الابيات، جهز الابيات ايضا ولو بيتين في حبيب، هو من بدأ يغادر على المركز الاول والصدارة والانتقال مع صدارة هذا الشوط والمركز الاول غادر خلاص بقول المركز الاول. تهانينا والناموس لسيد بخيت بن سالم بخزينة المري على فوز حبيب بالمركز الاول وصدارة هذا الشوط بكل اريحية وبكل فوز وبكل استحقاق. اذا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام هكذا هو حبيب، تهانينا والناموس ايضا الي سيد بخيت بن سالم بخزينة المري على هذا الفوز، واسعد الله صباحكم بكل خير وسلام يا مالك حبيب بخيت بن سالم بخزينة المري. ثانينا والناموس لحظات الوصول، المركز الثاني وصول من مزعل محمد بن حمد بن سعيد المري، المركز الثالث ايضا من قدم في ثالث المراكز هناك الجذاب سعيد بن صالح بن سعيد المري، المركز الرابع وصل حامل الرقم 15 اللي هو كان هملول علي بن عناد بن عبيد الخاطري، والمركز الخامس مشكور يا عبد الله العزوم محمد بن حمد بن سريع الشهواني الهاجري. تهانينا والناموس على العموم لكل الفائزين في هذه الانطلاقات الرائعة والجميلة. نعود بالتوقيت الزمني من خلال تواجد الزملاء، هناك الزميل غسان من يأتي بالتوقيت من خلال أيضا الإعادة
13 دقيقة 23 ثانية و وفاء وتماما وكمالا تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لمالك حبيب بخيت بن سالم بخزين المري. المركز الثاني كان هناك مزعل محمد بن حمد بن سعيد بن مشيط المري. 13 دقيقة 25 ثانية وخمس اجزاء من الثانية تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث ثلاثة عشر دقيقة ثلاثين ثانية ست اجزاء من الثانية اللي هو الجذاب سعيد بن صالح بن سعيد المري. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.